رحم الله الرجل وتعازينا الحارة لأهله وذويه وللحزب الذي ينتمي إليه. يا شعب حر المجلس اللي انتخبته أعضاه من سلطة الحكومة. الهدف من ذلك دفع الناس إلى تصعيد احتجاجاتهم حتى يتسنى للسلطة قمعها بوحشية. وحيث أنني لا زلت متمسكا بضرورة الحل السلمي، فإني أعلن الآن أنني سأصعد من أسلوب الاحتجاج. اللهم هل بلغت فاشهد، اللهم هل بلغت فاشهد، اللهم هل بلغت فاشهد.